بسم الله والحمد لله. اللهم اهدنا هداية مباركة يا كريم يا مبارك يا هادي. يقول مولانا جل جلاله وعم نواله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، لامبلور بالباردون ديما، يطلب باش ربي يغفر له الذنب اللي وقع فيه، اللي مش يخدم ضده، سواء كان في الدنيا ولا حياة برزخية ولا الآخرة. أرد بك المسألة ماهيش هينة باش تقتلي تظلم ولا تظلم نفسك، يعني تعمل سوء لغيرك، تقول للملائكة ما لا يجوز، وخاصة تقول عن المولى ما لا تعلم شيئا عن المولى، ما تعرفت المولى حتى تتكلم عنه، والحديد يطول. على كل حال، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم أنسويت يستغفر الله، إلى أمبلور لبردون ديفا، إلى توجور لبردونور أبسلو. نعود إن شاء الله تعالى.